إشاعة الفوضى وتقوية شوكة تيارة الإسلام السياسي الإرهابية ونهب ثروات ليبيا، تلك هي الخلاصة التي يمكن الخروج بها من التحركات التركية من إدلب إلى طرابلس، حيث كتبت بيثان ميكرنان مقالا في صحيفة الجارديان البريطانية تناولت فيه كثيرا من المعطيات المرتبطة بالفوضى التي أحدثتها تركيا في كل من إدلب وطرابلس. الكاتبة نوهت إلى أن ليبيا برزت على أنها الملعب الواعد للاعبين الإقليميين الذين يسعون إلى تأسيس منطق جديد على إنقاذ العملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني لتحرير العاصمة من ميليشيا حكومة السراج التي تتحكم وتنهب ثروات البلاد دون أي هوادة على حساب الشعب، مضيفة أن المنطقة تشهد اصطفافا للإسلاميين السياسيين والعثمانيين الجدد من جهة ضد القوميين العرب والملوك من جهة أخرى، في مزيج قابل للاشتعال من النفط والمرتزقة والأيديولوجية المتطرفة والطموح الجيوسياسي في إطار المشروع التركي التوسعي للسيادة الجيوسياسية والاقتصادية في شرق البحر الأبيض المتوسط عبر نشر العناصر التركية والمرتزقة السوريين الإرهابيين في ليبيا من خلال استغلال مرحلة الصراع التي تشهدها البلاد كأكثر فرصة مناسبة لبدء تنفيذ مخطط توسيع النفوذ التركي. وتنظر الكاتبة إلى أن أردوغان في مقاربته للأزمة الليبية يكون قد تحدى كل من واشنطن وموسكو وانخرط في القتال إلى جانب حكومة الصخيرات الإرهابية. الدافع الأساس للرئيس التركي هو السيطرة على مصادر النفط والغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن الدوافع السياسية والتي تتفاعل وفق المخططات التركية في كل من سوريا وليبيا. الصحيفة البريطانية قالت أنه على الرغم من حقيقة أن أنقرة معزولة بشكل متزايد على المسرح العالمي، خاصة أن التدخل في ليبيا لا يحظى بشعبية كبيرة من طرف الناخبين الأتراك، إلا أن أردوغان يصر على المضي في خططه في ليبيا إلى النهاية مهما كانت النتائج، وهو يحلم أن خطته بدأت تؤتي ثمارها، فيما يبدو أن مغامرة أردوغان الأخيرة تؤتي ثمارها على حسب اعتقاده. ويرى مراقبون أن استخدام تركيا تكنولوجيا الاستطلاع الحديثة كتلك المتوفرة لدى الناتو والطائرات بدون طيارة تركية والحديث عن بدء التنقيب عن النفط والغاز جاء في مقابله غضب من دول شرق المتوسط وتهديد من الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على عملية الحفر التركية القائمة قبالة ساحل قبرص. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.